ورجعنا لكم تاني وفقرة انت وشطارتك مع البلاي ستيشن والكابتن محمد بركات. كابتن يعني ايه الاخبار؟ عشان فاكر بتلعب من شويه. ما ريال مدريد فعايزين نكسب. عايزين تكسب صح؟ عشان انا ريالي. انت بجد؟ امال ايه؟ طب احنا سمعنا كده ان احنا ان انت ليك طقوس كده في لعب البلاي ستيشن. ايه هي بقى الطقوس دي؟ لا طقوس ولا حاجه، بروح اقعد مثلا في المعادي مثلا مع اصحابي. وبنقعد نلعب بقى مثلا طول الليل وكده، لا اما ساعات بقى قاعد في البيت وبلعب مع ادهم وفارس. يعني بتحب تلعب مع الولاد في البيت؟ طب وده الموضوع ده بقى بيسبب مشكله بينك وبين المدام؟ يعني معظم الناس يعني الستات في البيوت كده بتبقى بتتضايق لما جوزها بيلعب بلاي ستيشن ويسيبها. مفيش الكلام دوت، وبعد كده حتى لو قالت اي حاجه هسمع كلامها واقفله وامشي. ما انا يعني ما انا حكيت لك اللي فيها. طبعا اتحاشى اي اضرار. مين اكتر حد في لعب البلاي ستيشن بيلعب معاك يعني حلو قوي، يعني كانه لعب على الحقيقه يعني؟ في احمد فتحي كان بيلعب كويس. عماد متعب بيلعب كويس قوي. طب لو سالتك مين بيلعب في البلاي ستيشن اكتر من الحقيقه اشطر يعني؟ اشطر بالحقيقه؟ لا بصراحه لا مش عارف. مركز صح؟ مركز جامد. ها طب قول لي كده، مين صاحبك اللي يعني ايه اللي بيتزحلق عليك في دقيقة 90؟ حصل ايه يا جماعه؟ حصل ايه؟ انا ما خدتش بالي، كنت بشوف السؤال ده. دوت بقى اللي هو بقى يقول لك ايه، ان مفيش طمع. بص شايفه الاعاده، الراجل دخل مفيش طمع. اتفرج على الجون تاني كده مع بعض ونشوف اهو. عمل الاسيست وعلى طول ايه كزاميره قام حاطط وش رجله على طول اهو. لا ده احنا نسمع تاني مزيكا بقى، نسمع تاني مزيكا في الاعاده كمان. سمع يلا. سمع. طب احنا عايزين نعرف مين صاحبك بقى اللي بيتزحلق في الدقيقه 90 علشان ما تحطش جول في معاك في بتاع البلاي ستيشن. ده سيد معوض بيعمل كده. سيد معوض. اصل سيد معوض بقول لك كان يعني كنا نروح نقعد كل يوم في المعادي ونقعد ايه نلعب ضد بعض. وكنت افضل انا طول ما احنا بنلعب كل يوم افضل اكسبه ويقاوح واكسبه ويقاوح. ما كانش بيبطل مقاوح، بس كان على طول بيتغلب وكان عنده استعداد ان اي حاجه تحصل بس انا ما اكسبوش. طب احنا سمعنا كده بقى ان احنا في لاعب معين بتخاف تلعب معاه عشان دايما بيغلبك. لا انا ممكن العب قدام اي حد ما دام مثلا مش هلعب مع عماد متعب، لان بصراحه عماد متعب بيلعب كويس قوي يعني في البلاي ستيشن. طب كنتوا احيانا بتهربوا عشان تلعبوا بلاي ستيشن في المعسكرات ولا لا مش للدرجه دي؟ بصي في ناس دماغها كده يعني، في ناس بتجيب البلاي ستيشن وتقعد تلعب وكده وما عندهاش اي مشكله. انا يعني بالنسبه لي اما ببقى عايز ايه، عايز اهرج بتاع يعني، بس مش يعني ما يفرقش معايا اكتر مع زمايلك يعني. مش بلاي ستيشن. طب مين كان دماغه كده قوي يعني معروف ان هو بيحب يلعب بلاي ستيشن في وقت الفراغ؟ كان متعب وكان فتحي، كانوا اكتر اتنين بيحبوا يلعبوا بلاي ستيشن. اوكي. طب لما بتقعد يعني لسه قايلين بتقعد تلعب مع اولادك بلاي ستيشن، مين بيغلب بقى؟ بيغلبوك ولا انت بتكسبوني؟ مين اكتر واحد؟ استني عشان ده شكلها فيها جول بجد؟ ها؟ ليه الاولاني سابها ليه؟ مفيش جول ولا حاجه. مين بقى اللي بيغلب؟ هما اللي بيكسبوا بصراحه. هما اللي بيكسبوا؟ بس انا بستمتع بالقعده معاهم، مش مهم اكسب واخسر، بس انا بستمتع بان انا ببقى قاعد بلعب معاهم. تبقى يعني خدي بالك هم بيبقوا منفعلين جدا برضه. طب انت ما بتبقاش منفعل زي مثلا الانفعال على الحقيقه؟ لا بس يعني انا بس زعلان على الفرصه اللي ضاعت من شويه. انا كنت لسه هسالك سؤال، اقول لك هل بتتفاعل وانت بتلعب بلاي ستيشن زي ما انت يعني نفس، مش طبعا مش بنفس القدر يعني، بس بنفس الحماسه وانت بتلعب اصلا في الماتشات ولا لا؟ لا طبعا. بس انا حسيت ان برضه في تفاعل قوي يعني. في بس مش قوي. خدي بالك يعني ده في الاخر هي مجرد لعبه. يعني هو مجرد لعبه في الاخر، انما في الحقيقه لا، في الحقيقه ده شغلك. طبعا بما انك انت ما بتحبش تمسك الموبايل واحنا عرفنا الموضوع ده خلاص،
مين ولادك لما بيقعد يمسك الموبايل كتير من ولادك بتتضايق منه بقى تقول له سيب الموبايل بقى بتمسكه طول اليوم؟ لا هما كده كده لو هتضايق على مسكتهم للموبايل يبقى هفضل طول عمري متضايق لان هما ما بيسيبوش التليفون اصلا من ايديهم. خلاص هو دلوقتي والله كله خلص اهو كده هنبتدي الشوط الثاني اهو. ابتدي زعلان. لا هذا زعلان. بص اكس يا كابتن. واحد صفر اهو. مين كان معاك دايما في الماتشات بيلعب تسلل على الحقيقه زي ما بتلعب دلوقتي اهو دلوقتي بتسلل؟ ده سعد. ده مين؟ سعد سمير. سعد؟ اه سعد. دايما بيلعب كده. فاكر يا كابتن اللعبه في الشارع؟ طبعا هو ده اتنسي. كنت بتلعب ايه في الشارع بقى؟ بص عشان كنت بلعب مع ناس دايما اكبر مني فكانوا بيضحكوا عليا وخلوني اقف جول. وبعد كده اما لاقوني بقى يعني بلعب كويس وكده فبقوا بيتخانقوا عليا بقى ان كل واحد يلعبني في الفريق بتاعه. بس في الاول عادي زي اي واحد صغير دايما بيضحكوا عليه عشان يوقفوا جول. انت قلت لي بقى ان انت بتشجع ايه بقى هنا؟ ريال مدريد صح؟ ريال مدريد. مين اكتر لاعب بتحبه؟ بتشجع مين؟ او يعني كريم بنزيما طبعا لان هو هداف الفريق وهو اللي عامل لهم شكل كويس وهو السبب في كل البطولات اللي جابوها الفتره الاخيره. فده بالنسبه لي نمره واحد. طبعا في طبعا مودريتش في نص الملعب، في توني كروس، كازاميرو، يعني فرقه كويسه وفرقه مجتهده رغم ان يعني بعضهم اعمارهم عاليه. يعني كبار في السن بس مجتهدين وعملوا مثلا الموسم اللي فات حلو قوي يعني. على كده بقى بتحب ميسي اكتر ولا ليوناردو؟ لا كريستيانو. مع اني بقى انا عايزه اسالك سؤال في الحته دي، انت يعني الناس اللي اعتزلوا بدري او يعني انت انا ما اعتزلت 37 سنه. طب ما يعني انت رايك ايه في كريستيانو ان هو لسه قاعد بيلعب؟ طبعا هو اكيد مش زي الاول لان طبعا الواحد لما بيكبر السن ليه حكمه ده بتبقى معروفه. بس يعني مخلص ومجتهد لحد دلوقتي وبيلعب زي المفروض. يعني انت مش شايف انه من الذكاء انه مثلا عند وقت معين اللعيب يبتدي يعني طبعا. يمشي علشان يمشي هو برده لسه في حتته؟ فكان في جول هيدخل العلم كان اللي ماسك الماتش. بس انا مشكلتي في اللمسه الاخيره.